مساء الخير، أقدم لكم نشرة الأخبار عبر قناة سما الفضائية. هذه عناوينها: دمشق تؤكد دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس ملف الكيميائي في سوريا. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. الدفاع الروسية تدمير قرابة 300 هدف من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتقدم في أراضي ماريوبول. لمعامل الأمريكيين أسرارها، يكتمون فعلهم حد الكارثة ثم يسبقون العالم في قذف الاتهامات. من يقتلون ويمشون في مقدمة الجنائز، ولمن يسأل ليعد إلى يوم جاءتنا كورونا هاربة من أي معمل أو من أي مشروع بيولوجي أو من أي مكان سد الأفق أمام العالم. صنعوا الخوف، أشادوا جدرانه، ضيقوا جسور العبور إلى نهاية الوباء. ليس من عند العرب، لا من بين أذرع المقاومة، لا شرقية هي من روسيا ولا من أقصاها الصين. اليوم بان علمها وجاء النبأ أن الطيور أضيف على هجرتها مسار رمي البشر بما صنع مجهريا، أن أسرابك ما عادت من علامات فصول العام، بل هي من فصول التهديد وشغل الشعوب بطارئ الأمر الذي دبر في مختبر. يجعلون العالم يفكر في نهايته، وكأن الأمر محض كارثة وكلنا في سباق النجاة من حرب تقع دون مدافعها، دون طائراتها أو أطرافها. أطلت حرب أوكرانيا، ومن بين الصرخات أن أنقذ الأوكرانيين من بطش الروس، ولأن الصورة انقلبت، من هو المنقذ ومن هو المنقذ؟ أجارت روسيا العالم بعد أن وجدت ما يمكن أن يكشف ويكشف هذه المؤامرة، من صنعها، من وراءها، ومن أراد الموت في جهات الأرض الأربع. من أقصى الغرب بان طرفها، واشنطن تمول في أراضي الدول، ارتزاق من نوع آخر في بقاع الأرض، يقاتلون وقرب روسيا يعدون آلة القتل. لعل موسكو لا تريد أن تخفت بصوتها لأن الأمر وقع جلل. تقول الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة، وتقول أيضا ما منع واشنطن من الحرب البيولوجية أنها لا تخاف، فالخوف أداة العاقل حتى يبقى، وأنها تريد أن تشكل الأرض على هيئتها بالقتل، بالحرب أو بالإعلام، لكن أدواتها عند حدود الروس ضاقت. في تفصيلات الأخبار، قال نائب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة قصي الضحاك إن دولاً معروفة تواصل التغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وتسييس ما يسمى بالملف الكيميائي بسوريا، مضيفاً أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتبع أساليب عمل خاطئة وخطيرة، وتعتمد مصادر مفتوحة وما يردها من الإرهابيين، وهو ما قادها إلى نتائج غير صحيحة، وكذلك قوض من مصداقيتها. إن ما جرى بشأن التحقيق في حادثة خان العسل بات على مدى السنوات الماضية نهجاً لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التعامل مع الطلبات التي وجهتها الحكومة السورية للبعثة للتحقيق في حوادث مماثلة استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية الأسلحة والمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين والقوات الحكومية. استم
اتباع نهج التلكؤ والمماطلة ذاته. هذا إلى جانب اتباع بعثة تقصي الحقائق لأساليب عمل خاطئة وخطيرة لا تتسق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ولا مع ورقة الشروط المرجعية، بما في ذلك قيامها بتلقي واستلام العينات من أطراف ثالثة مجهولة الهوية وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بدلا من القيام بجمعها بنفسها كما تقتضي أحكام الاتفاقية، وبدلا من الحفاظ على سلسلة حضانتها أيضا. نفذت الكوادر التدريسية في فرع جامعة الفرات بالحسكة وطلاب الكليات الجامعية وفعاليات شعبية وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد بعرقلة العملية التعليمية وتدمير الكليات الجامعية ومصادرة مباني ما تبقى من تلك الكليات. نقف اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية ضد ما تم من حرب إرهابية مدمرة وتدمير الجامعات وخاصة كلية الهندسة المدنية وكلية الاقتصاد، ونحن اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب بالعودة الفورية وتسليم الجامعات ومحتوياتها إلى فرع جامعة الفرات بالحسكة. وقفة احتجاجية للتعبير عن الغضب اللي بداخلهم على الوضع القائم، وتعبيرا عن الغضب على الاستفزازات والتصرفات التي تقوم بها ميليشيا قصد بالاستيلاء على الكليات وعدم السماح للطلاب بالدخول لامتحاناتهم. تأتي هاي الوقفة احتجاجا وتنديدا بما قامت به قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيات قسد التي هي أدواته في تدمير الكليات والاستيلاء على مقرات الكليات بهدف تحويلها إلى مقرات عسكرية. نقف اليوم كما وقفنا في الأمس للتمسك بمقرات كلياتنا، وكلنا يعلم ما فعله المحتل الأمريكي وأدواته في المنطقة أمثال ميليشيا قسد بكلياتنا ومقراتها، وهذا العمل الإرهابي البشع الذي أدى إلى تدمير كلياتنا. جئنا لنقول لهم كفاكم استهتارا بمصير آلاف الطلاب من أبناء هذه المحافظة. رسالتنا لا للاحتلال الأمريكي، لا للممارسات التي قام بها الاحتلال الأمريكي وما يسمى ميليشيا قسد والاحتلال التركي، متعاونين لتجهيل الجيل لهدم الجامعات. رسالتنا أنه بس ترجع العمليات الامتحانية والدوام في الكليات في الحسكة لأنه تعطلت كثير، صارنا فترة كبيرة. نحن نطالب أنه بالكليات لازم ترجع، لأنه هم استولوا على الكليات صح، لكن هم عم يضرون أولادهم. شهدت مراكز التسوية في كل من صالة العامل بدير الزور وبلدة الصبخة بريف الرقة الشرقي ومدينتي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي إقبالا كثيفا، فيما طالب عدد من الوجهاء وذوو المطلوبين بزيادة عدد المراكز ليستطيع المشمولون الوصول إليها وتسوية أوضاعهم. نشكر سيادة الرئيس على هذا المنحة اللي أعطانا إياها مشان نساوي وضعنا، وبتمنى كل شيء برات البلد وكل شيء عليه شيء يجي يساوي وضعه. نحن جينا مشان التسوية هون، الأوضاع بخير والحمد لله رب العالمين. نتمنى من كل الشباب اللي مغرور فيهم يرجعوا على حضن الوطن ويساوي المصالحة، وهون الأمور تيسير جيد جدا. مركز المصالحات الأمور تمشي برياحية تامة وبأمور جيدة، وبندعي كل الشباب والمغرر بهم أنه يرجع البلد. هذه التسويات هي مكرمة كبيرة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بكل من بده يواسي وضعه أو عليه أي تخلف جيش أو عليه أي وضع، فهذا يكون إجا واسى وضعه ورجع على عمله وعلى منزله. أشكر سيادة الرئيس على المكرمة اللي قدمها للشباب ولنا لكافة الشعب السوري، وأنصح الشباب المتخلفين والفارين بالعودة لتقدمة التسوية. الحمد لله الأمور بخير، والتسهيلات يعني المصارحات يعني سهل أمور المواطنين يعني بشكل جيد. احنا جايين اليوم نعمل تسوية مشان نخدم بلدنا، ونصح كل شاب انه والله يجي، يعني ما بي احسن من هاي المكرمة من السيد الرئيس. السيد الرئيس بادر الناس بالاحسن مما عملوا، ونتوجه بالشكر اليه، ورجعنا الى سوريا الام
أم المواطن، والإنسان بدون وطن يعتبر لاجئ لا قيمة له. شارك طلاب وأساتذة جامعة حلب في وقفة تضامنية مع روسيا، وأفادت مراسلة سما في المحافظة بأن طلاب وأساتذة الجامعة والعاملين فيها نفذوا وقفة تضامنية مع روسيا الاتحادية في ساحة الجامعة تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب والقيادة الروسية ورفضهم السياسات الأمريكية الغربية الهادفة لتقويض أمنها واستقرارها. نحن في وقفة تضامنية استجبنا لمطالب طلاب وجماهير جامعة حلب من طلاب وأضاحية تدريسية وفنية وعاملين في الجامعة وفاء للجيش الروسي وتضامنه مع سوريا والجيش العربي السوري ضد الإرهاب والنازية في خندق واحد. طلاب جامعة حلب وضعت يدها بيد الشعب السوري والشعب السوري الروسي من أجل الوقف أمام الطاغية الأمريكي وأمام القطب الواحد. لا للهيمنة الأمريكية، لا للهيمنة الغربية، العقوبات الاقتصادية والضغوطات الدولية لن تعلو على الحق، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. نحن هنا في جامعة حلب نقف إلى جانب الشعب الروسي بما يتم حاليا، وفي الحقيقة هناك نظام دولي جديد يتبلور الآن، فنحن مع هذا الأمر لأنه يقف ضد الإرهاب وضد التطرف على مستوى العالم. شيء طبيعي أن نعبر اليوم عن موقفنا من هذه الحرب وأن ندعم الموقف الروسي في هذه الحرب، لأننا عانينا منذ 10 سنوات من الإرهاب الدولي، والآن روسيا تكمل ما بدأنا بمحاربة الإرهاب والتطرف. طلاب جامعة حلب، عاملين بجامعة حلب، الأساتذة والإداريين في جامعة حلب بساحة الصمود، ساحة جامعة حلب يلي رح نثبت فيها ورح نأكد فيها للعالم أنه سوريا هي الحليف التاريخي لروسيا، ونحن مع مواقف روسيا ومع حرب روسيا في أوكرانيا، لأن روسيا عم تحارب النازية الجديدة في أوروبا ونحن عم نحارب التطرف في سوريا. خرج عدد من أهالي مدينة الحسكة في مسيرة سيارات تضامنا مع روسيا الاتحادية، وأفاد مراسل سما بالمحافظة بأن حشدا من الأهالي تجمع وسط المدينة حاملين أعلام البلدين ومعربين عن تضامنهم مع الشعب والقيادة الروسية ورفض السياسات الغربية العدائية تجاهها. اليوم يوجهون رسالة للعالم أجمع وللشعب الروسي الصديق بالخصوص قيادة وشعبا، أننا معهم لأننا نبادلهم المثل بالمثل. روسيا قيادة وشعبا على حق، لأنها تحمي حدودها من الجانب الأوكراني من الغرب المتصهين مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نحن كمحافظة الحسكة وسوريا بشكل عام عاصرنا عدة إرهاب وسنعاصر مع هؤلاء المرتزقة الذين يدعون بأنهم ديمقراطيون وحريون. سنقف إلى جانب شعبنا الروس في كل مواجهات الهيمنة والعدوانية. نحن نوقف وقفة صمود مع شعبنا، مع أخوتنا الروس مثل ما وقفوا معنا، صامدون وعندنا استعداد ندافع مع أخوتنا الروس على أوكرانيا وعلى الدول خربوا بلادنا. وقفة نحن مع القيادتين السورية والروسية التي دافعت عن هذا البلد، وإحنا واقفين وقفة صمود. نقف اليوم دعما للشعب الروسي في حربه على الغرب، داعم الإرهاب، ونوجه تحية للشعب الروسي. الشعب السوري يشكر الصديق الروسي وإحنا ندعمه بكل مواقفه اللي يتخذها، وإن شاء الله يكون كل العالم يقف مع الشعب الروسي لأنه شعب صديق وشعب مسالم. أكدت الخارجية الروسية أن الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة. من جهته قال الوزير سيرجي لافروف إنه لا يؤمن باندلاع حرب نووية،
مشددا على أن روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. وبعد اجتماع مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، صرح وزير الخارجية الروسي بأن بلاده لا تنوي مهاجمة دول أخرى، كما أنها لم تهاجم أوكرانيا لكنها اضطرت للتحرك لصد تهديدات مباشرة لأمنها. أدركنا أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا على الإطلاق، بل بالعدوان على كل ما هو روسي، المصالح والدين والثقافة واللغة والأمن وما إلى ذلك. رد فعل الغرب على أفعالنا مسعور، وهو يظهر أن هذا في الواقع معركة حياة أو موت من أجل حق روسيا في أن تكون على الخريطة السياسية للعالم مع ضمان الاحترام الكامل لمصالحها المشروعة. الغرب يريد من أوكرانيا أن تعمل باستمرار ضدنا. قالت الدفاع الروسية إن تفاصيل مشروع في كييف وخاركوف وأوديسا خلال العام 2020 باتت معروفة، ووفقا للوزارة كان هدف المشروع دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة التي تمر عبر روسيا، فيما كانت الوزارة قالت سابقا إن قبضت على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية ضمن مناطق روسية. الدفاع الروسية أعلنت أنها ستنشر الوثائق التي حصلت عليها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية، وتثبت إحدى الوثائق أن جميع الأبحاث عالية الخطورة يتم إجراؤها تحت إشراف مباشر من قبل مختصين أمريكيين. وتؤكد الوثيقة أن البنتاغون كان يسدد وبشكل مباشر نفقات هذه البحوث. من جانبه، أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية أن البنتاغون مهتم بنواقل الحشرات التي يمكن أن تنشر الأمراض الخطيرة في روسيا. الفريق إيغور كيرليوف قال إن المعامل تنفذ مشروعاً بالقرب من الحدود الروسية تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية. يؤكد تحليل المواد المستلمة حقيقة أن أكثر من 140 حاوية فيها طفيليات خارجية للخفافيش والبراغيث والقراد تم نقلها من المختبر البيولوجي في خاركوف إلى الخارج، من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي. تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الأساليب تهورا وغير المسؤولة، لأنها لا تسمح بالتحكم في تطور الوضع بشكل أكبر، وهذا ما يؤكده مسار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قرابة 300 هدف من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وذلك منذ بدء العملية الخاصة. وفيما تقدمت قوات دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول وحررت أحد الأحياء في غربها بعد تقدمها 10 كيلومترات، أظهرت المشاهد تدمير معدات وأسلحة للقوات الأوكرانية. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتزم المشاركة في مجلس أوروبا لأن دول الاتحاد الأوروبي والناتو غير الصديقة لروسيا تواصل تدمير المنظمة. ولفت بيان الوزارة إلى أن روسيا لن تشارك في تحويل الأطلسيين والاتحاد الأوروبي المنقاد لهم، أقدم منظمة أوروبية، إلى منصة أخرى لتعاويذ للتفوق الغربي والنرجسية. لا ندعهم يستمتعون بالتواصل مع بعضهم البعض من دون روسيا. وأكدت الخارجية الروسية على أن مجرى الأحداث بات بلا رجعة كما قالت. أكد الرئيس الروسي أن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديرهم للمواقف. وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة قال فلاديمير بوتين إن روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة.
بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئا. وبشكل عام العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم، كل هذا يبدو غريبا للغاية، خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة. لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم. وفي حين قررت واشنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الروسيين، الأولى فورا والثانية بحلول نهاية العام، فإن الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد أكثر بكثير منهما على مصادر الطاقة الروسية ليس جاهزا لأن يحذو حذوهما، لكنه مع ذلك قرر التصرف بطريقة يخفض فيها مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتبارا من هذا العام. يرى بعض الاقتصاديين الغربيين أن الوضع الآن يبدو وكأنه عراك بين خصمين، أمسك كلاهما بعنق الآخر فسقطا سويا في الماء، ومن ينتصر هو من يستطيع الصمود فترة أطول تحت الماء بلا هواء أو سيموت كلاهما. هذا هو الحال بين روسيا والغرب والعقوبات الاقتصادية بينهما. وبغض النظر عن واقعية هذه الرؤية أو أنها تحلق بعيدا، فإن أمريكا وضغوطها على الدول الغربية تراهن بكل شيء على أمل أن تكون قادرة على إيقاف عجلة الاقتصاد الروسي تماما، مستغلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لكن تكلفة ذلك بالنسبة للغرب وأمريكا مهولة وقاتلة منذ بداية الأمر وحتى خروجها وانتهائها من عمليتها. نحن نتحدث عن الديون، نحن نتحدث عن طرق روسيا. تم إدخال قيودا على الاستحواذ والعملة في البورصات، وتم إصدار مرسوم رئاسي يسمح لك بالدفع للدائنين الأجانب ليس بالعملة التي كانت مفروضة على وجه التحديد بل بالروبل. لهذا الغرض يفتح الدائنون الأجانب حسابات خاصة في البنوك المصرح لها ذات الصلة، وستقوم هذه الحسابات بتحويل الديون والفوائد المستحقة بسعر الصرف في التاريخ الذي تم فيه سداد هذه المدفوعات. روسيا التي تسعى للدفاع عن نفسها عبر تغيير موازين الاقتصاد وتحويل مركز الثقل إلى الروبل بدلا من الدولار الذي كان عملة للتداول لأكثر من 84% من الصادرات الروسية التي يشكل ثلثها النفط والغاز لدول فرضت عقوبات على روسيا. روسيا طبعا يحاول يعني طرق تطوير الاقتصاد الروسي. أولا طبعا هذا الاستعمال للعملة الروسية أو مثلا مع العلاقات مع الدول الأخرى، الدول الأصدقاء الروسية مثل الصين الروسية وروسيا والصين يعني تستعمل العملة الوطنية. من الواضح أن روسيا ستتحول الآن إلى حد كبير إلى الروبل واليوان وعملات البلدان التي لا تشارك في العقوبات عليها. يبدو أن الغرب يعتزم سرقة روسيا من خلال مصادرة احتياطاتها المستثمرة في الديون والأصول، ومن خلال تصرفاته الفوضوية والغير مدروسة وفعالة دون إدراكهم أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق حسب ما ورد من خلال الحكومة الروسية. محمد الأصيل لقناة سما الفضائية، موسكو. أعلنت قيادة قاطع عمليات السامراء صد هجوم والقضاء على أحد الإرهابيين شمال المدينة. وكشفت قيادة عمليات سامراء أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تسلل لعناصر داعش إلى منطقة العباسية شمال سامراء، شرعت قوة خاصة بالتحرك وحصل الاشتباك المباشر ما أدى إلى قتل انغماسي.
عقدت شركة النفط اليمنية بصنعاء مؤتمرا صحفيا وضحت فيه تفاصيل الحصار على المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. في حال تم وصول 60% من الاحتياج من الموانئ الأخرى المحتلة عبر المنافذ البرية، فإن التكاليف الإضافية التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني تصل وقد تفوق 1,800,000,000 ريال يومياً كلفة إضافية، وتعد تمويل حرب. قوات حلف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعمدوا لذلك. هم بيحاولوا إن المقدورة الواحد إنها تقطع مسافة كبيرة إلى الجوف من أجل تكون الطريق طويلة ويكون هناك إتاوات في كل الطريق. يعني هو الآن في دعم يشتو دعم للمرتزقة التابعة للتحالف، لما يعني دعم عسكري لقوى التحالف الآن بيدفعها المواطن في المناطق الحرة. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن مفاوضات فيينا تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة. تلا هذه التصريحات كلام للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها إن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء. الملف النووي بين إيران ودول الأربعة زائد واحد يمر بمرحلة هي الأكثر خطورة ودقة، وذلك لضرورة التوصل إلى نقاط اتفاق بين الأطراف جميعا والخروج باتفاق مشابه لاتفاق 2015. أجواء وتصريحات مفائلة باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي سادت المشهد في الفترة الماضية، رغم تمسك الطرفين بمواقفهما حيال هذا الموضوع. وبعد 8 جولات من المحادثات الشاقة تبقى نقاط الخلاف الرئيسية في الملف النووي الإيراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أمريكي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني. في أعقاب مخاوف جديدة من إطالة أمد المفاوضات من قبل واشنطن، صرح رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة بملفها النووي، كما أكد سعي بلاده بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بدأ أقل تفاؤلاً عندما قال أن المحادثات النووية باتت أكثر تعقيداً، وذكر شمخاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر. تعتبر متلازمة الأغنية الأخيرة من الظواهر التي قد لا يعرفها البعض، تعرف بالأغنية اللاصقة أو متلازمة الأغنية العالقة، لكن المصطلح الأكثر شيوعاً هو دودة الأذن. هل تعرف مزيد من التفاصيل حول هذه المتلازمة؟ تابع هذا التقرير. قد تكون عانيت من قبل من متلازمة الأغنية الأخيرة، فربما تستمع إلى قائمة من 20 أغنية في سيارتك أو بسماعات متصلة بهاتفك المحمول بينما تركب المواصلات العامة، لكن لحن أغنية معينة من القائمة هو الذي يستمر في رأسك كأن الأغنية لا تزال تعمل، وتسمع حينها دندنة موسيقى داخل أذنيك، ولكن لا يوجد مصدر لهذه الموسيقى. هذا ما يحصل عند إصابتك بدودة الأذن الموسيقية. تعرف دودة الأذن الموسيقية بأنها حالة تسبب الهلوسة السمعية الموسيقية، فتسمع الموسيقى على الرغم من عدم وجود أي مشغل، أو قد تدور في رأسك أغنية لا يمكنك التخلص منها. تشبه هذه الحالة طنين الأذن، حيث ينتج رنين أو هسهسة. ولا تعد دودة الأذن الموسيقية مرضاً مخيفاً، لكن الهلوسة المستمرة قد تزعج المرضى وتؤثر على حياتهم. تتنوع أسباب الإصابة بدودة الأذن الموسيقية، ومنها المشاعر، فإذا تفاعلت مع الأغنية وتأثرت بها ستعلق في رأسك حتماً. وعند ربط الأغنية بفعل أو حدث أو مكان، فمن المؤكد عودة هذه الأغنية كدودة في أذنيك عند تكرار الفعل أو زيارة المكان. أما الاستماع لأغنية ما سيجعلها تعلق في رأسك إذا سمعتها لأول مرة، وخاصة عندما تستمع إليها في الحفلات الموسيقية الصاخبة،
الرجال والنساء على حد سواء يعانون من دودة الأذن الموسيقية بطريقة متساوية، لكن هناك بعض الفئات هم أكثر عرضة للإصابة بها، المصابون باضطراب الوسواس القهري والأفراد الذين لديهم تجارب مع اضطراب يسبب لهم التفكير المفرط والموسيقيون. ويتمثل العلاج في المساعدة الذاتية، فيمكن مشاركة الأغنية عند البدء بالشعور بدودة الأذن الموسيقية بغنائها بصوت عال مثلاً، أو بإشغال العقل بأفكار وأعمال جديدة كممارسة الرياضة، التأمل، اليوغا وتمارين التنفس العميقة. كما أن سماع موسيقى مختلفة بالإيقاع والنغمات يساعد في التخلص من دودة الأذن الموسيقية. وإلى عناوين الأخبار. دمشق تؤكد دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس ملف الكيميائي في سوريا. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل مشاريع الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. الدفاع الروسية تدمير قرابة 300 هدف من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتقدم في أراضي ماريوبول. إلى اللقاء.